انا مصر على القرايه ديالي، واخا رغم انك نقرا في الخيمه وكنعيشو في الخيمه لحقاش تجور تريبولي من بعد الزلزال. انا مصر على الطموحات ديالي وان شاء الله غنحققهم رغم كل المصاعب التي نعيشها، سوف احقق طموحاتي. هادشي اللي واقع ما غاديش ندخل على الطموح ديالي، واخا اننا كنعيشو في فتره صعيبه وكنقراو في الخيام، ولكن ما غاديش ندخل على الطموح ديالي. واكيد انا غنحاول انني غنتثبت بالقرايه باش نكون ان شاء الله شرطيه، وباش ان شاء الله انني نحقق. وكنقول للجميع التلاميذ هما ما يدخلوش على الطموحات ديالهم. الهدف ديال الحلم ديالي هو انني نكون مهندسة معمارية، وان شاء الله هادشي غادي يدوز يعني هادشي كيبقى تكريات وصافي. ولو وقع زلزال ودمر دارنا ودمر لينا نفسيتنا، حتى نفسيتنا تدمرت، ولكن داكش ما غاديش نتخلى على الحلم ديالي انني نولي طبيبة.